السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة على القناة. الحلقة اللي فاتت حلقة تحفة 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 تحفة، اتكلمنا فيها عن ازاي تأنوتيت الداتا بتاعتك عن طريق داتابيز اللي اسمها org.hc.eg.db. اتكلمنا حاجات كتير قوي مش عايز استعرضها بقى، عشان انا 23 دقيقة في الحلقة اللي فاتت دي انا اصلا كنت ناوي خلاص في 10 دقايق، بس انا واثق انها وصلت لكم بشكل بسيط ومفيد ليكم ان شاء الله. طب هنكمل هنكمل، لسه في تاني هنكمل على داتا بيزز تانية. المرة دي هنشتغل على 2 داتا بيزز مختلفين عن اللي فاتت. اللي فاتت كانت بتدينا حاجات معينة شفناها، صح كده؟ اهي، مش هي دي اللي خدناها المرة اللي فاتت، صح؟ المرة دي هنخش على داتا بيزز تانية، تمام؟ تقدر تدينا حاجات تانية مختلفة شوية عن اللي فاتت. اللي فاتت كانت محدودة بحاجات معينة، كانوا كتير جدا، بس استيل برضو في اكتر، استيل في اكتر كتير، ده في اكتر منه. تعال نبدا ونتكلم على داتابيز اسمها جي او دي بي. هي اختصار كلمه جين اونتولوجي. اتكلمت المره اللي فاتت سريعا عن جين اونتولوجي، قلت لك الجين اونتولوجي ده ممكن يكون 3 حاجات، وهناخده في الحلقه اللي جايه ان شاء الله بالتفصيل، وهنعرف ازاي نعمل الجين اونتولوجي لو معايا مجموعه من الجينات. ما تقلقش، كل حاجه مكمله بعضها، بس اتكلمنا عن الجين اونتولوجي 3 حاجات: بيولوجيكال بروسيس، سيل سيلولر، موليكولار فانكشن، صح كده؟ وكل جين اونتولوجي له اي دي برضه. اشمعنى يعني جين اونتولوجي ما يبقاش له اي دي؟ يعني صباح الفل، يعني البروتينات وكل حاجه ليها اي دي، احنا كل حاجه ليها اي دي مختلف، كل جين اونتولوجي له اي دي. فالمره دي هيكون الوضع مختلف شويه، هيكون معانا الجين اونتولوجي انبوت، وهنحتاج الديفينيشن بتاعه اوتبوت. وصلت. طب هستخدم ايه؟ هستخدم باكج اسمها جي او دي بي. جي او زي ما قلنا جين اونتولوجي، دي بي يعني داتابيز. قبل ما تشتغل عليها لازم تنزلها، يبقى بايو سي مانجر انستول جي او دوت دي بي، بس انا منزلها عندي. اول حاجه هقول له لايبراري كالعاده، لايبراري، هيقول لي تمام دوني، تمام انت نزلتها. هقول له جي او اي ديز بتاعتي هي الاثنين دول. انا مثلا عشان تكون الدنيا واضحه قدامك، انا هاخد واحد من دول ونروح على جوجل نسال ايه ده اصلا. هنخش على داتابيز اسمها كويك جي او. دي تبع امبل اي بي اي. تعرفين امبل اي بي اي؟ صح، عارفين امبل. ها، عارفين امبل، اكيد عارفين امبل. امبل دي اللي هي بتاعه يونيبروت برضو، يعني تمام، يونيبروت اللي استخدمناها المره اللي فاتت دي تبع امبل، يعني برضو الاثنين دول تبع امبل. طيب خلينا ننزل وندوس على سيرش، تمام، ونقول له ايه، هات لي البتاع اللي انا بعته لك ده. هيطلع لي الجين اونتولوجي دون، تمام، هيقول لي الجين اونتولوجي دون رقم دون، ده بتاع حاجه اسمها رايبوسوم بايوجينيسيس. طب ده ايه الفكره بتاعته؟ ده عباره عن بيولوجيكال بروسيس. الديفينيشن بتاعته هنا هو عباره عن كذا 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 كذا، ويديني معلومات عنه وتشارتس وحوار كبير يعني، فاهم؟ بس مش دايما انا بيكون معايا اي دي واحد بس، زي ما اتفقنا بيكون معانا حاجات كبيره جدا، فمش هينفع ان انا اخش على داتابيز كل شويه واجيب الديفينيشن بتاع كل واحد، الموضوع مش مستاهل. عندنا حاجه هنا تسهل لنا الكلام ده كله. فانا هقول له انا معايا التو اي ديز دول اكزامبل، بس عاده بيكون معانا ارقام كبيره جدا، حاجات كتيره جدا، وهنشوف في الحلقه اللي جايه بالمناسبه، يعني هنتكلم على الجي او ونتكلم على حاجات كتير جدا. وكالعاده هستخدم سيلكت، بس المره دي هغير الداتابيز. المره اللي فاتت كنا بنقول له الداتابيز بتاعتك او سيلكت الداتابيز بتاعتك كذا، المره دي انا هغير الداتابيز، فهقول له جي او دي بي هي الداتابيز بتاعتي، الكي هي الجي او اي دي اللي هي دي، يعني يبقى الانبوت بتاعي هو الحاجتين دول، الكولمز اللي انا عايزها هي الديفينيشن، هي الديفينيشن، يبقى انت عايز التعريف بتاع الاثنين دول، تمام. الكي تايب اللي انا مدخله له اللي هي الحاجات دي يعني بيتم تعريفها على اساس انها جي او اي دي، اسمها جي او اي دي. لو قلت له ران هيطلع لي كل حاجه، قال لي خد بالك لو مثلا جبنا ده جي او اي دي ده ومشينا كده، هيقول لك الديفينيشن بتاعته هي عباره عن a cellular process that result in biosynthesis of
وهيكمل. اوكي، اذا بكل بساطه وانا قاعد مكاني كان معايا جي او اي دي، قدرت اجيب الديفينيشن بتاعه من غير ما اخش على جوجل عشان اقدر ابص على كل جي اي دي عندي في الداتا بتاعتي بيعمل ايه او الديفينيشن بتاعه ايه. طب خلصنا كده؟ لا، لسه عندنا مفاجاه كمان، بس مفاجاه تقيله شويه. هنستخدم بقى احد اهم واعظم واكبر واجمل داتابيز في الدنيا كلها للشغل بتاع البايوانفورماتكس او البيولوجي عموما، يعني الانسمبل داتابيز. الانسمبل داتابيز راس براس مع الان سي بي اي، يعني بشكل او باخر. يعني لو الناس عارفه الان سي بي اي، انت لازم تبقى فاهم انه الانسمبل اي دي حاجه تقيله قوي برضو زيها زي الان سي بي اي، اقصد في ضخامه الداتابيز وكده. يعني نفس الكلام، هنبدا قبل اي حاجه ننزل الداتابيز، نقول له بايو سي مانجر انستول، اسم الباكج اهي انا سايبه لك، تمام. وتقول له بعد كده لايبراري للباكج، ما فيش اي مشكله. احنا هنحط الباكج في فاريبل، تمام. هنقول له اي دي بي، ده فاريبل هنحط فيه الباكج، ونقول له ران. بس كده، بس بقى عندنا ايه حاجه اسمها اي دي بي عشان بس نشوف الباكج دي فيها ايه. تعال نرن كده الباكج ونشوف الباكج فيها ايه. قال لي دي ان سي دي بي اي دي فور انسامبل، اللي هي الايه الداتابيز الاصليه. لو انت مش عارف انسامبل خلينا برضو نروح عليها. انسامبل هي داتابيز كبيره جدا، من اكتر الداتابيز اللي فيها جينومز. يعني هتخش على الهيومن هتلاقي حاجات، ماوس حاجات، زيبرا فيش، هي باكج او حاجه كبيره جدا، يعني مش لا يستهان بها. والانس والاي دي بتاعها من الاي ديز المهمه جدا 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 جدا، لانه يونيك مميز وبيحصل له ابديتد دايما. طيب، هي عباره عن داتابيز تايب اوف جين اي دي، هي انسمبل جين اي دي، ده اللي هو عندها. ويبدا يديك شويه ايه الفيرجن بتاعها كذا، والانسمبل فيرجن بتاعها كذا، والاورجانيزم اللي احنا شغالين عليه كذا، فاهم ليه؟ لان احنا برضو ايه، خد بالك احنا عملنا انسمبل دي بي اتش اس اللي هو هومو سيبيانس، الفيرجن بتاعه 75، تمام. فبص اسم الباكج اصلا معرف نفسه. احنا لو رجعنا هنا، تمام، هنلاقي انه في حاجات تانية، في ماوس، تمام، في زيبرا فيش. بص كده، لو قلت له فيو اول ليست فهو عنده كل الحاجات دي. بص بقى، تحفه تحفه الانسمبل ده، تحفه. انا مش عارف ده خنزير ده، ودي كوبرا، ودي نعامه، ودي سلحفه، كل الجينومز دي موجوده. اه موجوده على الانسمبل اي دي، تقدر تخش تشوفها. الامريكان بايس، الله، يعني بص انت لو عايز تتفرج على ناشونال جيوغرافيك ممكن تسيبها وتيجي على تسيب ناشونال جيوغرافيك وتخش على الانسمبل. كل الكائنات دي موجوده، اه كل الكائنات دي موجوده. دولفين، عصفوره، سمكه، نوع من انواع المونكيز غريب كده، كل دي تعمل لها جينوم سيكونسنج يا محمد. كل دي تعمل لها جينوم سيكونسنج، كل دي موجود الاي ديز بتاعها، كل ده موجود الاي ديز بتاعها. تحفه تحفه، يعني بص كل ده موجود، سبحان الله، ولا كأن الناس شغالين من عشرات السنين، مع ان الموضوع كله ما بقالوش 20 سنه. لا اقول كل انواع الفرق، لا ما تفتكرش ان انت مش فار واحد. بص خيال، وهم وهم، فيعني كل ده موجود. احنا بس اخترنا ايه مثال على الهومو سيبيانس اللي هو البني ادمين. يعني طيب هنعمل ايه؟ هقول له الكولمز، وريني الكولمز بتاعه الداتابيس دي عندها ايه، متاح ايه ان انا يبقى عندي كذا واحوله لكذا. هتلاقي بقى يعني حاجات كتير. هيقول لك بقى انترز اي دي، ده الاساس، تمام. هتلاقي اكسون اي دي، هتلاقي اكسون ما اعرفش ايه، جين اي دي، الجين كي ستارت، كل ده موجود. يونيبروت داتابيز، يونيبروت اي دي، كل ده موجود. لو معاك كذا تحوله لكذا مفيش اي مشكله، عادي جدا مفيش اي مشكله. ممكن كمان تبص وتقرا الحاجات دي وتشوف ممكن تتعرف عليها بشكل ايه. ده طبعا خلاف الداتابيز الثانيه كانت عندها حاجات مختلفه عن ده. ده عنده حاجات مختلفه عن الداتابيز الثانيه. كل داتابيز عندها حاجات تقدر تجيبها منها لو انت معاك حاجه واحده بس. طيب اللي احنا هنعمله ايه؟ اللي احنا هنعمله هناخد مجموعه من الجين اي دي، هنقول له كيز هيد الكيز الاي دي بي اللي هي الداتابيس دي، يعني الكي تايب جين اي دي، هو هيجيب لي الهيد بتاع الجين اي دي اللي عنده، تمام. فانا لو قلت له كيز دي كده هيقول لي ايه دي الانسمبل اي دي، الجين اي دي بتاع الانسمبل هو انسمبل اي دي. تلاقيه شكله غريب شويه، بس خد بالك ده يونيك، من اكتر الحاجات الدقيقه، ما يغركش هو شكله غريب، اه بس ده من الحاجات المهمه جدا والحاجات اليونيك جدا 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 والابديت دايما.
يعني ايه ابديتد دايما؟ يعني في بعض الجينات بيتغير ليها الاي دي كل فتره، في بعض الجينات بيتغير ليها الاسماء كل فتره، في بعض الجينات بيكون السيمبل بتاعها متغير، فاهمني؟ فالموضوع ده مهم، خلي بالك. مهم ليه؟ عشان برضو اكون معاك في الصوره. يعني انا مثلا في داتا كنت شغال عليها من فتره، من سنتين، يعني هي معموله من سنتين، فواخده جين اي دي من سنتين على وقتها. لما جيت اشتغل بيها لقيت ان في اختلافات كبيره جدا ما بين الجين اي ديز معايا او السيمبلز اللي معايا واللي موجوده حاليا، فبقيت مضطر ايه يعني العب بقى، اعمل ابديت بقى انت كمان. ما صباح الفل، ما انت مش اي داتا جايبها تقوم شغال عليها بشكل حقيقي، لانه لازم تاخد بالك من موضوع الجين اي دي ده، والله العظيم مهم. تخيل ان الداتا بتاعتك هتطلع باناليسيس غلط، لان انت اصلا الجين اي دي بتاعتك غلط، حصل لها ابديتد، الجين ده ما بقاش اسمه فلان، بقى اسمه علان. فتعالى بقى انت اعمل لي اناليسيس وتطلع قول انا مع جين فلاني، لا مفيش حاجه اسمها كده اصلا، الجين ده مش موجود، الجين ده اسمه اتغير، الجين ده الاي دي بتاعه بقى كذا، الجين ده مش تقدر تجيب منه حاجه لانه، فاهمني؟ فخد بالك من الموضوع ده. طيب احنا بقى معانا دول، حلو، ونبدا نسلكت اللي احنا عايزينه زي ما اتعودنا. هقول له سلكت وادوله الداتابيز، اديته الداتابيز اللي هي انهي، اللي هي دي. اوكي، الكيز هي الكيز اللي هي دي اللي انا جبت لهم، دول ده الانبوتس بتاعي. طب الكولمز اللي انا عايزها بقى اختار زي ما انت عايز. انت شفت كده احنا عندنا حاجات كتير قوي، تمام؟ فانت ممكن نقول له ده كمان، نقول له بالمره، يعني مش ممكن ما نلاقيلوش حاجه، عادي على فكره. ممكن نقول له كمان بروتين اي دي ولا السيمبل، كان نجيب السيمبل، خلي السيمبل في الاول، ماشي اهو. انا بس شغال بايد واحده. طيب في اي مشكله كده؟ عايزين حاجه تاني؟ مش عايزين حاجه تاني. انا مدخل له جين اي دي، فبقول له انا مدخل لك جين اي دي، فبقول له سيلكت، يلا يا ريس. قال لي اهو الجين اي دي بتاعك اهو، السيمبل بتاعه اهو، التكست اي دي بتاعه اهو، اهو كل حاجه معاك، مفيش اي مشكله. هنا مثلا التكست بايو تايب ده اللي هو مثلا بروتين كودنج، بروتين ترانسكريبت، بروتين ترانسكريبت، بروتين كودنج، او بروسيس الترانسكريبت. ممكن يكون ده مثلا مقصود بيه ان هو ده بيطلع له بروتين، ده ما بيطلعلوش بروتين، ده بيطلع له ترانسكريبشن بس، فاهم؟ فهتمشي شويه هتلاقي حاجات مختلفه، وتكون انت كده جبت اللي انت عايزه. طب انا مش عايز دول، انا عايز حاجات تانية. خلاص شوف الكولمز اهي، شوف اللي انت عايز تجيبه هاته، انت حر براحتك خالص، ويعني كل حاجه افيلبل معاك. اي ثينك ان احنا فهمنا يعني ايه انوتيشن واهميه الانوتيشن، وازاي نستخدم الانوتيشن، وازاي يبقى معايا كذا اقدر احول كذا، عشان ده موضوع مهم، وده بيكون كبيره و20000 جين الدنيا، تمام خالص. اتمنى تكون فاهم ومستوعب اهميه الانوتيشن، وان هو مش موضوع ترفيهي. انا بقول لك داتا نوقفها كلها لمجرد انه حصل ابديتد في الجين اي دي والجين سيمبل، فمضطر ان انت، مع انه سنتين ده مش كتير يعني، فمضطر ان انت تغير بناء على التغيير داون، عشان الداتا بتاعتك لما تشتغل عليها تشتغل عليها صح. شكرا، شوفكم الحلقه الجايه اللي هنتكلم فيها عن الجين اونتولوجي اللي ذكرناه اكتر من مره الحلقه دي والحلقه اللي فاتت، وازاي نعمل جين اونتولوجي. مش بقول لك بقى ازاي نجيب جين اونتولوجي، لا هنعمل جين اونتولوجي. هيبقى معانا جينات جاست جين نيم او جين اي دي، ونطلع منه الجين اونتولوجي بتاعهم، فيعني من احسن حاجات اللي هتشوفها في حياتك. شكرا، شوفكم الحلقه الجايه، وسلام عليكم.